التحرير الوطني اللي وبصراحة لم يتحدث بها من قبل، يفسر لنا أزمة لفلان اللي يعيشها الأيام هذه وشني علاقتها برئاسيات 2014. نشط السيد عبد العزيز بالخادم ندوة صحفية يوم الأحد 18 جوان الحالي بمقر حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، وخلالها أكد بالخادم أن الأزمة الأخيرة اللي عرفها الحزب ومحاولة سحب الثقة منه لها علاقة وطيدة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014، مؤكدا أن الخصوم انتوعوا اعترفوا بذلك بقولهم أن حجب الثقة عن بالخادم هو قطع الطريق عليه ومنعه من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. المادة 38 من القانون الأساسي نتاع الحزب تقول باللي اللجنة المركزية هي التي تزكي مرشح الحزب للرئاسية. كي يوصل الوقت تاعها تعرفوا شكون اللي تزكيه اللجنة المركزية. ما تستعجلوش الأمور، الرئيس مجال الرئيس. كي توصل 2014 ربي يدير الهضري. وبخصوص الأزمة الداخلية اللي يعيشها الحزب العتيد، فاعتبر أنه قادة الحزب اللي طالبوا بسحب الثقة منه ما يمثلوش سوى الأقلية، وقال بالخادم أنه أغلبية أعضاء اللجنة المركزية مؤخرا جدوا ثقتهم في شخصي، موضحا أنه 251 عضو من بين 313 صوتوا عليه باش يبقى على رأس الحزب. 251 عضو وقعوا على تجديد الثقة الأمين لها. كل واحد اللي يتكلم خارج